عالم الطفولة عالم كتير كبيرة وواسعة، واليوم بدنا نحكي عن أدب الأطفال. لما نقول أدب أطفال يعني عم نحكي عن قصص، عن شخصيات، عن حكايات يمكن بتخاطب اهتمامات الأطفال وبتناسب أعمارهم بلغة جدا بسيطة. اليوم لأدب الأطفال في أهمية كتير كبيرة بتعزيز القيم الوجدانية والوطنية والفكرية، وأكيد دور كبير بتوعية الأطفال حول قضايا المجتمع وتحديدا القضية الفلسطينية والتفاعل مع المجتمع بشكل إيجابي وفعال نتيجة الخبرات يلي اكتسبوها من أدب الأطفال. لنتعرف أكثر مشاهدينا على أدب الأطفال، بيسعدنا أن تكون ضيفتنا لليوم الكاتبة المتخصصة بأدب الأطفال سميرة شكري. يسعد صباحي. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يعني كلياتنا أكيد ما في حدا ما أنه مترسخ بذاكرته من الطفولة من المنهج الدراسي قصيدة عن فلسطين. خلينا هلأ هيك مع الأحداث أو مع هلأ مثلا الجيل الجديد، القصائد الجديدة، خلينا نتذكر بعض أسماء يلي بتحكي بس عن فلسطين. في كتير قصائد كانت لحنا على منهاجنا بتذكر بتحكي عن القضية الفلسطينية، عن المسجد الأقصى مثلا. مين منا ما بيتذكر فلسطين داري مثلا، اللي كانت بايامنا بايام الابتدائي بناخذها بالصف الاول. كان بالمنهاج يعزز عنا هي القيم، يحكي عن القضايا العربيه، يحكي عن الامه العربيه، يحكي عن البلدان العربيه مو بس عن فلسطين. في بلاد العربي اوطاني كمان، من هي يعني مين ما بيحبها هي القصيده. كانت كثير حلوه، وكانت على طول تحس تخلي عنا الحس الوطني، الحس الانساني للأمة العربية. فكانت على طول محركه مشاعرنا ونحن صغار. شو عندنا قصائد جديده هلا؟ اسماء جديده هلا؟ انا ما كثير بالقصائد، انا اكثر مياله للقصص لانه انا اختصاصي. طيب شو القصص؟ خبرينا. في كثير هلا قصص نحن عم نشتغل عليها بتحكي عن تاريخ فلسطين. في نحن فين عم نحاول نقسم الموضوع القضيه الفلسطينيه لاعمار. الأعمار الأولى نحن بنعمل نشاطات أكثر، ممكن نطلب من الأطفال يعملوا يلونوا علم فلسطين، نرسم لهم مثلاً قبة الصخرة، نرسم لهم المسجد الأقصى. للأعمار الجديد، الأعمار الأكبر من 7 سنين وأكثر، فينا نتطرق للمواضيع التاريخية، نحكي عن مكانة فلسطين الاجتماعية والدينية والتاريخية، ممكن نحكي عن الزي الفلسطيني مثلاً، ممكن نحكي قصص بتحكي عن العدالة والشهامة والتعاون لحتى تعزز القيم الوجدانية شوي عن الأطفال. تمام، يعني اليوم أدب الأطفال فينا نقول أدب تعليمي تربوي ثقافي اليوم لفئة الأطفال. اليوم نتيجة الشيء اللي عم بيصير بفلسطين يمكن ما في طفل بالبيت إلا وعم يسأل شو عم بيصير. الطفل يمكن بهذا العمر بيكون كتير فضولي، والأهل يمكن ما يعرفوا شو ممكن يحاكوا هذا الطفل بأي لغة. اليوم تمام. كيف ممكن أدب الطفل يعزز هي القضايا عند الأطفال؟ هلا مثل ما قلت، اول شيء بدنا نحاول نستوعب عمر الطفل. من الاعمار الصغيره ما فيني انا اتطرق للاحداث اللي عم تصير هلا، فبدي احاول اتجه اكثر للامور الاساسيه، نحكي عن فلسطين بشكل عام. اما بالاعمار الاكبر فبدي احكي، انا بدي احكي لهم عن الاحداث اللي عم تصير، ممكن نفتح نقاشات، ممكن حتى نحرك فضولهم شوي، نحرك وعيهم الاجتماعي والانساني تجاه القضيه الفلسطينيه من خلال قصص، من خلال امثله، من خلال ذكر شخصيات مثل صلاح الدين مثلا نحكي عنها، مثل نعمل نشاطات بالمدارس، نعمل نخصص وقت بالمدارس لحتى نحكي فيها شوي عن القضية الفلسطينية ونوعي الأطفال للشيء اللي عم يصير. تمام. يعني هلا مواكبين نحن جميع الأحداث الجديدة اللي هلا عم تصير، والأطفال نحن كثير عم نحكي وحكينا سابقا عن أهمية زرع القيم الوجدانية عندهم، بحيث انه يربوا وحتى لما يكبروا ما ينسوا اي تفصيل من الشيء اللي صار. هالشيء اكيد بيعزز عندهم حب الوطن والانتماء للوطن او حتى كمان لفلسطين المحتله. خلينا نحكي عن اهميه زرع هي القيم داخل كل طفل، ان كان عن طريق مواكبه الاحداث او عن طريق القصص المحكيه او الصور حتى، يعني بعيدا شوي عن العنف، بس لازم انه نزرع فيهم هذا الحب والانتماء من الصغر. عرفتي يعني اكثر ما هو لسه موجود يمكن بيجي بالفطره. اكيد
تمام، اكيد ضروري كثير هذا الموضوع، خاصه نحن بعصر في مواقع التواصل الاجتماعي، في اعلام، الطفل ما عم يتاثر بس بالكتاب. فاحنا للاسف الاعلام الغربي عم يحاول يعزز شغلات خطا عند الاطفال، فنحن واجبنا نورجيه عكس اللي عم يعملوا اللي عم يقولوا الاعلام الغربي. لازم مثل ما قلنا نعزز عنده حب الوطن من الصغر، الانتماء للوطن، الدفاع عن الارض، الشهامه، الشجاعه، التعاون، الايثار، حب الشعور بالاخرين. هي كلها قيم نحن لازم نزرعها بطريق قصص، عن طريق حتى هلا خلينا نستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لانه اطفالنا اكيد متجهين لها كثير، فما فينا نحن نتغاضى عنها. ففينا نعمل نحن فيديوهات، فينا نعمل كرتون عن فلسطين والقضيه الفلسطينيه والامه العربيه لحتى نبعدهم شوي عن الاعلام اللي عم يضلوا لهم اكثر. تمام، يمكن مثل ما ذكرتي اليوم عندنا طرق كثير عديده لحتى نحفز ونشجع الاطفال اليوم على القراءه والكتابه. خلينا نحكي شو مسؤوليه الكتاب اليوم تجاه اطفالنا. قبل ما احكي عن مسؤوليه الكتاب خليني احكي عن مسؤوليه الاهل يعني ترغيب الطفل بالكتاب. تمام. نحن للاسف بعصرنا هذا شوي بعاد عن الكتاب. خلينا هلا نستغل هذه الاحداث اللي عم بتصير ونحاول نرجع اطفالنا للقصص القديمه. بتذكر كان في عنا بالمنهاج شيء اسمه قصه قصيره، ما بعرف اذا هلا موجوده او لا، موجوده يمكن بس ما عم تاخذ حقها بالمنهاج. خلينا نحن الاهل نعطيها حقها هذا الموضوع، الادب الطفل، نغب نختار للاطفال رسوم، ننزل على سوق الاطفال، خلينا نشوف شو في شغلات جديده، شو في رسومات ممكن يرغبها بعيدا عن الشغلات التكنولوجيه وبعيدا عن الموبايل. خلينا اول شيء نعزز فكره الكتاب، بعدين نتجه للمواضيع اللي احنا بدنا نحكي فيها، ممكن عن فلسطين او عن بلادهم هنا، خلينا نتعرف عن بلادهم اللي عايشين فيها. بدي احكي عن موقف انا مرق معي من فتره، كنا باحد البلدان العربيه بمعرض كتاب، عم نبيع القصص وهيك مثل العاده. ف امي بتسالني انه انتم من اي بلد، لانه اختلطت عليها اللهجات، فسالتني انه انتم من اي بلد، سوريا ولا لبنان؟ قلت لها من سوريا. فسالتني بنتها بعمر 5 سنوات، سوريا مع اسرائيل ولا فلسطين؟ فتخيلي الوعي اللي مزارعينه لبنت عمرها 5 سنين. قالت لي اذا انتم مع فلسطين نحن حناخذ من عندكم. فانا كثير انبسطت بوعي الطفله، وعي هي الاجتماعي، وعي قديش الاهل شاغلين على هذا الموضوع، قديش هن قارئين عن فلسطين وقارئين عن البلدان الثانيه اللي متعاونه معها واللي واقفه مع فلسطين، لحتى عندها هذا الشعور انه انا اذا انتم بلد متعامله مع اسرائيل انا ما بدي اخذ معكم. فقديش حلو هذا الشعور. حلو كثير، يعني اسئله الاطفال كمان بتجي اوقات كثير ذكيه، فهون دور الاهل لازم يلعب بشكل صح، وكمان دور المدرسه وقت بيسالوا اي سؤال. في كثير اطفال ممكن عن جد يحرجوا باسئلتهم اوقات او يكون عندهم اسئله قويه، فالاهل لازم يجاوبوا عليها بشكل صح بحيث تدخل الفكره كمان بشكل سلس وصح. كمان دور المدرسه، خلينا نحكي عن دور الاهل ودور المدرسه عند هذا الطفل. لا، دور الاهل مثل ما قلت نعزز عندهم موضوع القراءه، نبحث نحن وياهم، نعمل نشاطات نحن وياهم لحتى نقدر نذكرهم بهي الامور. دور المدرسه، انا بتمنى من المدارس، انا شفت بعض المدارس بسوريا عم تعمل حصص او فقرات عن دوله فلسطين، من الاعمار الصغيره، من رياض الاطفال عملت لهم فقرات عن الزي الفلسطيني، جايبين شخصيات لابسين الزي الفلسطيني، رافعين علم فلسطين، حاكين لهم شوي عن، حاطين اناشيد وهازيج وشغلات كثير حلوه عن فلسطين. الاعمار الكبيره خلينا نحكي نعمل لهم حصص تاريخيه، نحكي لهم شوي فيها عن تاريخ فلسطين. يعني في بعض المدارس اشتغلت على الموضوع، بنتمنى من المدارس الثانيه تعمل اكيد نفس يعني الشيء. هي عمليه التشبيك الموجوده اليوم ان كانت بين الاسره والمدرسه جدا مهمه اليوم لتعزيز مهارات القراءه والكتابه عند الاطفال. سميره، خلينا نحكي اليوم في كتب عديده للاطفال، ويمكن السؤال اللي الكثير من الاهالي بيسالوه انه انا بترك طفلي يختار الكتب يلي بتناسب اهتماماته، هو شو بيفضل ولا لا، انا ممكن افرض عليه كتاب معين، وخصوصا اليوم يمكن بتشوفي في كتب عم تصدر يمكن فيها شيء من قصص العنف، من قصص كثير ممكن تشجع الاطفال على اشياء سيئه. انت برايك اليوم هل نحن فعلا لازم نتدخل بهذا الموضوع؟ طبعا لازم نتدخل، خلينا نعمل الموضوع تشاركي. تمام، ما فينا نفرض على الطفل نحن هو شو بده يقرا
وما فيني انا اخليه يختار، لانه الاكثر اكثر شيء بيلفت الطفل هو الرسومات والشغلات والالوان وغلاف القصة، اكثر ما انه يلفت الموضوع. ما بجوز الطفل يختار ما يعرف شو الموضوع اللي جوات الكتاب، فخلي الموضوع تشاركي، الطفل اللي يختار، نحن نشوف الكتاب اذا بيناسبه او لا، اذا ما بيناسبه نناقشه بالموضوع انه هذا ممكن يكون لاكبر من سنك، ممكن يكون في مواضيع، يعني عن طريق النقاش والحوار والطريقه الحضاريه شوي بين الاهل والطفل ممكن نقنعه بالشغلات اللي احنا بنحبها او الشغلات اللي احنا رغبانين على المياه. اكيد. طيب خلينا شوي هيك ندخل شوي بالقصص اللي بتحكي عن الايجابيه اكثر من القصص السلبيه، يعني كثير مشاهد وكثير اخبار بشعه ومشاهد قاسيه بيتعرض لها الطفل، في شيء توضيح او شيء ايجابي بالقصص المحكيه بتخلي هذا الطفل شوي انه بتساعدهم انه ما كثير يصير عنده اثر سلبي على نفسيته من خلال الاحداث والاخبار؟ طبعا احنا هذا اللي عم نشتغل عليه هلا، احنا بادب الطفل عم نتجه للمواضيع الايجابيه، عم نحاول نزرع الامل، عم نحاول نزرع التفاؤل بنفوس الاطفال انه رغم كل شيء انتم عم تشوفوه، رغم كل الاحداث اللي عم تشوفوه، ففي يوم رح يجي فيه النصر ورح رح نكون نحن المنتصرين ونحقق كل شيء بدنا اياه، رح ترجع لنا فلسطين. رح نحكي شوي عن الاطفال اللي عم يتعرضوا بفلسطين للاسف على العنف، وعم يتعرضوا للقتل، رح نحكي عنهم انه هدول ممكن نقول انه هدول اختاروا رب العالمين لحتى يعني نعطيهم شغلات ايجابيه لحتى هن يتقبلوا الشيء اللي عم يشوفوه، رغم انه الشيء اللي عم يشوفوه كثير صعب حتى احنا الكبار ما عم نقدر نتقبله، بس عم نحاول نزرع ايجابيات فيهم لحتى انه نهايه هذا الشيء شيء حلو، قد ما صار احداث وقد ما صار شغلات صعبه، بس هي في بالنهايه شيء حلو اللي احنا منتظرينه. تمام. قد ايه اليوم مهم يعني نحن نستغل اوقات الفراغ عند الطفل بالقراءه بالكتابه؟ اليوم يمكن يوميا نخصص له هيك ساعه من الوقت نقرا له اي قصه ممكنه، بس يمكن بتلاقي الاهالي اليوم بيقولوا لك احنا ما يمكن مهملين هي القصة، خلينا نوضح اليوم قد ايه مهم يمكن نخصص من وقتنا لحتى نحكي لاطفالنا ولو قصة يمكن مو من الام وكان الاب في حال كانوا الاثنين يعني حدا منهم فاضي. طيب خلينا نوضح هذا الموضوع يمكن قد ايه مهم لبعدين على الكبر، الطفل يمكن هو من حاله تلقائيا بيصير يحب يقرا. تمام. اكيد مهم هذا الموضوع. هلا للاسف اغلب الاهالي بيتحججوا بالوقت، بيتحججوا بقله الفضاء وبقله انه نحن عندنا اشغال كثير ما عم نتفضل اولادنا، بس هذا الموضوع كثير ضروري لنقضي نحن ساعه من الوقت او حتى نص ساعه او حتى 10 دقائق نحن نقضيهم مع اطفالنا، نكون بكامل تركيزنا معهم. هي الشغله مو بس بتعزز عنده موضوع انه يحب القراءه او يحب النقاش مع الاهل، هي بتعزز العلاقه الوديه بين الاهل والطفل حتى بيكون بيناتهم انه نحن في هي الساعه نحن الوقت مع اهلنا، ممكن نحكي فيها قصه، ممكن نعمل فيها نشاط، ممكن نحن نعمل اي شيء معنا، بس نحن هذا الوقت لهم نخصصهم لهم. العشر دقائق تركيز مع الاطفال نفس الساعه نفس الساعتين، المهم انه نكون نحن بكامل تركيزنا معهم. اكيد. بالختام بدنا نشكرك وشكرا لكل النصائح اللي قدمتيها، وان شاء الله الاهل اكيد يكونوا على درايه كامله باطفالهم ويحاولوا دائما يحكوا لهم هاي القصص والاشياء الايجابيه مشان يساعدوهم تا ما يتاثروا سلبا. بدنا نشكرك اليوم الكاتبه المتخصصه بادب الاطفال سميره شكر. اكيد. كل الشكر لك ولكل المعلومات المهمه يلي قدمتيها لليوم، نورتي صباحنا.